طماشة طماشة يا طماشة يا طماشة يا طماشة طماشة يا طماشة يا طماشة كل يوم قصة قصة جديدة عالشاشة طماشة مسكين ويا المشاكل أحقت النهل فراشة طماشة ونوم الدنيا تودي فوق نوبة نوبة عقه على راسه وخلي الناس يا ابن آدم تعيش ما وصلك اليوم بكرة يوصلك ليش مستعيل على رزقك وليش من دروس الدنيا تاخذ اللي لك عيش عيش من دروس الدنيا تاخذ اللي لك شو يا زلم باين عليك بعدك نايم والله ها لا من صوتك مبين بعدك نايم صار لي اكثر من ساعة بستنى تليفونك لا تخاف ببعث لك اياها على الايميل فورا طيب يلا لا بدي اخلص من هالعمال عاد يلا مع السلامة مع السلامة صباح الخير رفيق شو هذا ما في شغل كله قر 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 يلا خلاص ظل هذا آخر بيت يلا شغل شو مو بيبلغ ترى انت شو فيك اليوم ليه شي محرج ترى هذا القطر في داي واختار لي تباه ابوي اعطيني هاي البيضه دوك ابوي خدامه لا تعرف تكوي ولا هم يحزنون اصبحنا واصبح الملك لله انت شو فيك اليوم ليش معصب سيقا ما تقولين عصب لا لينا ليل ولا نهار نهار تدرديق على طول الليل العمال على طول الليل يشتغلون زين تعال بتخبرك وين ساير تعال تريل انا ما ابغى ريوق انا بتريل في المكتب متاخر أخ يمكن كسر كوعي لا تعال فوق سامحني يا أخي
لم أبي أخ أخ. أنت شو مسلك قدام الباب ومستند عليه؟ شوف شوف شوف. يمكنني كسر. لحظة. الحين خليت لي دار مستند على أنا أتحسب الباب قبل طاح. شو مسادنك عليه؟ يا أخي على الأقل اعتذر مني، راح تكسر لي كوعي تكسر لي عصي. شو صار؟ ساندنا على الباب شو صار يعني؟ أبوي هذا بيت وادم، ناس فيه ناس، بيتي هذا بيتي. والله عارف بيتك، ما حد ماخذ بيتك منك يا أخي. زين اسمع أقول لك. أنت مسؤول عن العمال؟ نعم أنا مسؤول عن العمال. خير شو فيه؟ شو فيه؟ آه أنا البارحة على الطنيل ما رقت من الحشرة هذه. الفجر دنق ودنق ور 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 على طول الليل. الفجر قصة الفجر. والله جد؟ هي جد عين ما بجد؟ زعجوك يعني؟ شو قام يزعجوني؟ حشرة أقول لك حشرة. خلصت حكي خلصت؟ هي. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. من اللحظة هاي ما راح أخليهم يزعجوك أبدا، ولا يدقوا ولا دقة ولا يحفروا ولا حفرة. زين شو رأيك؟ شو عندك يعني؟ مبسوط؟ مبسوط. خلص بس شوف خاطرهم لهالشباب هيك، دللهم الدنيا حر قيض، حلوقهم ناشفة، وجوههم تقطعت من الشمس. زين شو سويت تبغيني يعني؟ ولا شيء، شوية مي، شوية مثل خلق الله، شو صاير يعني؟ ما تبغى أسوي لك غداء؟ والله عاد شوف، إذا الغداء جاج ولا لحمة، صح أنا مش راح أكون موجود على الغداء، بس لا تشيل لي على جنبها. يعني الخروف لا تشيل رجله ولا ايده ولا ابطه، الدجاجه لا تشيل صدرها على جنب. ابوي انت ما تستحي، لا تستحي ولا تخيل. اطلع برا اطلع برا اطلع برا، قلت لك عود بالله ضربنا على على بيتنا. شي كم عددهم؟ ابراي يا ابوي ابراي، بتحصل الاجر والثواب. هي وانا بسوي لهم الغداء. يلا في مالنا، مع السلامة. السلام عليكم. عليكم السلام. في فاي فاي؟ شو؟ انترنت انترنت انترنت؟ وانت أيوة. تشتغلون هني؟ ايوه انا الصبح اشتغل، الحين في بريك شوي تعبان، اعطنا فر مسكين. ولا عندكم بريك؟ ليش واقفين هني؟ سيروا وقفوا مكان ثاني. يلا ميري، ماما داخل؟ جوا. وانت وين سايره؟ This is for the نفرات مسكين. زين لا تتاخرين. Thank you. Welcome. حرب حرب بلاك يا ابوي، انت ما رقت من البارحة يا ستنود، زي ما كسرت الطاولة يا ريال من النود. صر ارقد يا اخوي، روح البيت يا ريال. من يومين ما رقت، من يومين يحفروا قدام الباب، قدام باب بيتنا، تدقديق وحشرة، لا عدهم ليل يعرفون ليل ولا يعرفون نهار. بروغم انا لو مكانك اروغم. يحفرون يحفرون الله سلم، مال كهرباء يحفرون. زين صر ارقد عيل، صر ابوي انا بسد مكانك، وإذا حد سأل عنك بقول له صار عيادة. شو صار عيادة؟ الكذب حرام. شو صار عيادة؟ تفول علي صار العيادة، صار العيادة بكمل شغلي أنا. دام الكذب حرام، هاي الأوراق ودي عند المدير. أي مدير أنت كلك شركات، أوديهم أنا أحسن. خلينا البشكارة توزع عليهم ماي وعصير، هذا خطر. شو من خطر بس الله يهداك، هذا اللي يحليلهم فقارة على باب الله، 24 ساعة يشتغلون ليل ونهار، خلينا نحصل الأجر والثواب. يا أمي طيبتك هذه بتسوي لنا مشكلة. حبيبتي ديري بالك، البشكارة تطلع برا ما تعرفين شو تسوي، وبعدين ترى بعد واحد بكل وقاحة يسألني عن الواي فاي ولاسك في اليدار بعد. اصبري اصبري شوي شوي، شو بعد هذا واي فاي؟ انترنت امي. قولي انترنت. المهم لا تسوي لهم وايد سالفه، ترى عندهم شركه مسؤوله عنهم، وبعدين يوم توصين البشكاره شي راقبيها. زين شو نسوي الحين يا امي؟ مسوي لهم غداء.
ما علي أمي، بس وصيها تبند الباب من داخل. إن شاء الله. ماريا، ماريا. طيب خلص، أنا بشوف، أنا بشوف. مع السلامة، مع السلامة باش مهندس. الله معك، الله معك. ما شاء الله نازلين سف وهف، يخرب بيتكم. إيه وكقولوا في مهندس، قولوا في أرباب جاي. السلام عليكم. والله هذا مصدق وجاي. وينو الخان؟ جاب لكم ياكل عن جد ولحم، ها طري. خان، ايوه. هذا البيت ما بده تخلص شغل منه، بده تحفر على السور الجنوبي والسور الخلفي والسور الامامي من هناك بعد. بس ارباب منك ما في شغل زياده، انت مهبول انت. هذا اكل مال مفاطن بود اكاهي. شوف انت، ما في مشكله انت، بعدين سير من هذا البيت، ما في اكل زياده، كله بعدين ساندويتش، كله بعدين كنا كنا، ما في ني بود اكاهي. ها واجد واجد، الله واجد، الحمد لله الحمد لله. بس ارباب في مشكله ثاني باب. ها شوف، انا منك يصير ورا اسوي شغل، واي فاي ما في، وانا واي فاي موجود جنب الباب، انا علق معاه جنب الباب. اهلا 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 اهلا، يسعد الصباح. اهلا 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 ارباب، اهلا طويل العمر. سلام. ما شاء الله عليك، يخلف عليك الله يبيض وجهك. صراحه ما قصر، شوف الشباب ما شاء الله بياكلوا بشهيه عاليه، عاده يعني نفسهم مسدود عن الاكل. اي ما شاء الله، كانت ترى ست الكرشه هذه. ها الله يسعدك. بس يعني لو كان في شويه بيبسي، كم قنيت بيبسي؟ يبكي الغداء، يبكي الغداء. ها ممتاز ما شاء الله، ممتاز. ان شاء الله بني بك القناني والمناني، بس الله يخليك لسه ونحسر، ابغي ارقد. حاضرين طال عمرك. خان ايوه، اسمع، رضا الارباب اهم شيء من اولويات الشغل. ممنوع حدا يحفر ولا يطلع صوت ولا يطلع اي ازعاج، مفهوم؟ ولا هذا كان كان ما بي. لا قل لي خلي، ما يعرف تراه، قل لا تشتغل هون، اشتغل هنا. Don't work here, work هناك. ايوه اسمعش، يقول لك الارباب يقول لك لا تشتغل هون، اشتغل هناك. زين؟ اي نعم. ايه كسر خيرك ارباب. الله يسلمك. بس توصلنا بالواي فاي الله يخليك. ان شاء الله. اذا في شويه بلاليط بعد الغداء. ان شاء الله. بثيثه، عصيد، اي شيء. استغفر الله، استغفر الله. شو هالحاله هذه؟ ربطنا راسنا حشره، بطلنا رباط بعد حشره. انا ما تعرفوا تشتغلون في الليالي، خلوا الناس ترقد. لا حول ولا قوه، كم ساعه هني؟ كم ساعه؟ ده والله بعد الفجر، بعد الفجر ما اذن. لا اله الا الله. يا يسار، الله طيب الذن يا يوسف، طاف علينا الليل ونحن ما رقدنا، وهذا ولا عنده خبر ولا عنده شيء. عفوا الله، حد من رقدت كأنه ميت، ما سمعنا الحشرة، ما سمعت دبديك. يا حبيبي استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، الله ياخذكم ان شاء الله، ما خليتوا حد يرقد ما حد. لا 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 حكم الله يحفظكم ان شاء الله. اصبر حكم الله فضيل، شو عنده؟ اربعه. شو؟ انترنت يريد، انترنت يعني من يشتغل برا مسوي لنا حشره؟ ما في، انا هذا شركه ثانيه، انا ما في مسؤول. انت من هذا مسؤول؟ ايوه هذا. لا انا في مسؤول. لا انت اصغر واحد، لازم انت اصغر واحد، لا مسؤول ولا هم يحزنون. شو تبغي؟ انا اريد واي فاي برا. تمام رزقكم. وين خشيت انت؟ اربعه. ها أرباب انت نفس زين زين، قلب مالي تابيس زين. أنا ريت خمسة دقيقة يرو داخل في السجن. شو؟ خمسة دقيقة. شو سوي؟ انترنت تريد يكلم بلاك. هيه مو تكلم. ماما موت. أنا ماما موت. بابا موت. أنا بعد بابا موت، ما يصحت. بس أنا بجا موت. اللي بجا موت من حبة تتصل حق اليران؟ لا أختي، سيب سيب شكل ماما. ها أنا أروح. بس ولا تلفون يعني. خمسة دقيقة بس أنا أتكلم أنا. أي. روح. تا تا. لا ما بضبط. لا بشوف أسمع أقول لك. أيوه. أنا بسيب أصلي وبيجي. زين. منيت وشفتكم أنا بحشري لكم. ها؟ بحشري لكم. الله عليك عليك.
تعبان بسرعة بطل ما لنا يا عور. سر الحمام ما يريد حمام. سر الدكتور ما يريد دكتور. انت في دكتور ما لا ما الدكتور في واحد يضرب برحق الكلاب حراقت. لا لا ما يريد. انت دكتور. شو دكتور؟ وقت انت يسوي غداء خلي فلفل داخل اكل. زي فلفل الحين تبغى زياده فلفل؟ ايوه يا مشيك بطنك عقب تحط لك حمام ورا ظهرك. أربعة عندك اسوي لك غوزي؟ لا لا ما يريد. يريد برياني دجاج بس. برياني دجاج صبرت مفتاح. يا هي سالفه الله. شو مشكله ارباب؟ مفتاح مفتاح. ما في فكر. شو ما فكر؟ خاني يفتح باب. شو قبل سهل؟ وقف مني. ساحر يعني انت؟ شوف. أرباب قول باي. ترعتكم علوم طلع عليكم. أيوة في مالو. أقول لك اليوم لا سوي غدا. ليش؟ لأنهم بيتعودون والشغالة تخلي تطلع برا. شو مستوي؟ شو مستوي؟ أنا صرت أصلي نسيت المفتاح داخل. زين وصك الباب يوم يطلع إنه واحد متخطر وتاني بطل الباب. لو ما متعود ما بسويها. يا أبوي لا تستوي وسواسي. العيش الحمد لله مكود بعدين هذا يصطقاح نروح لك. لا إله إلا الله محمد رسول الله. إنها أتيش قالت حلبون ما بسالفة إن العيش ما عيش سالفة إنه بيتعودون بيتعودون. قال خلاص 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 نخيك عشان خاطري اليوم بس باش الله بسوي لهم وعد. حلو يلا أنا ساير الحين تمرين شيء. سلامتك بس دير بالك الباب خلوه مبند ولا تخلي الشغالة تطلع. سمعتي؟ حاضر ان شاء الله سامر. يلا ما لا ليش ما في شغل خان؟ ليش كله قاعد ما في شغل؟ وريوك زين قول صباح الخير قول جود مورنينج. صباح الخير وريوك. انت بس همك بطنك يا اخي حرام. هذا نفر ما في ياكل كيف إيه؟ يجي شغل؟ ايش هذا نفرات ما في جيب ريوق الحين؟ من اجيب ريوق؟ كان ما بي؟ من اجيب؟ هذا راعي البيت. هذا ما في مسؤول انت في مسؤول. وضح السفر. اهلا وسهلا يا صباح الخير الله يعطيك العافيه طول عمرك ان شاء الله. شلونك؟ امين. اسمع اقول لك انتوا هذه الافره متى بتدفنونها وتكون منها تدقديق ونفتك منكم؟ هذا من واخذ بس ما نكون زعجناكم يعني. يعني اللي عنده له عم اهله واحنا الصراحه والله ما لنا قلب نترك هالمنطقه كلها كرمال هالوجه الفليح. والله حبيناك. اسمع اقول لك عن اللواته هذا عن اللواته تراها الله يسامحك. شوف هالشباب هاي مثل الورد ملقح بعز دين الشمس. لا حدا جاب لهم لقمة ولا حدا شاف خاطرهم ولا حدا يعني خلي السوالف. شوف هاي الباب عمالك لا تخليهم يقربوا الباب. سمعت؟ حاضرين طال عمرك ان شاء الله. يا اخوي انا باخذ لي 3 أيام اجازة عارضة لين اخلصون العمال من جدا بالبيت. حارب انا ما حيلك تشكى بلاك يا اخوي عمال يشتغلون اشتبابهم. لا حول أقول. أقول لك ناصر قبل يوم الدوائر مسؤولة عنهم نحن بخير. إذا استوى شيء يتعرفوا أن تشتكي. الحين شو الحين خصخصة وخاصة وإلى آخره ليل ونهار يشتغلون همهم الربح بس. اي والله صدقت يا أخوي. لا وإنجاز ما شيء بعد. بس تعال أنت ما عندك صغارين خاف عليهم حرمتك والخدام. حتى لو أذونا أغبار ورقاد ماشي وكل شركة منصوب. وين إيلس داوم اليوم على أساس يحسبوا لك الإجازة من باكر. شورك؟ هي نعم شوري وهداية الله. ماريا أنت وين صرتي سنتين عشان تجيبين صحن؟ وين ماما؟ أنا رحت البر استد أسير الناس برا عشان بدو عصير. لا والله وانت بأمر منو صرتي تجيبين عصير حق نفر عشان منو قال لك؟ هذا بده يشربوا. بده يشربوا ها؟ والله عز الله كدينا صدقة حارب فيكم ما يلام. سيري عن الرمسة سيري هاتي لي هذا طبقة صحن بحط أكل. وان طلعتي مرة ثانية من غير شوري لخلي بابا يسوي كنسل في زوال انت. هاي الطبق هذا طبق سيري غسلي طبقة غسلي. مو لازم ماما. شو مو لازم؟ شي هذي العمال مو بشر مثلنا. شو سيري غسلي. ما شاء الله ما شاء الله. هذا شو مضافتي خريوش ناقصكم مراقيل وشاشة 27,000 إنش. بسم الله. يا سلام يا سلام. دياي بابا هذا دياي مال مواطن بود التاهي. يلا داخل سيارة.
يلا بسم الله قرب جاي نفرات مني شوف هذا اكل شويه بس يقول هذا لقمه هنيه تكفي واحد 1100 بس توراها بعدين ما في سليب يلا بسم الله يلا بابا خان قرب شنو يمعنهم ويا الكثر شو سلمه هذه حق مجمعين هالكثر لان ارباب كثر الله خيرك والله ما قصرت رايتك بيضه شو اكل تفضل تغدى معنا تفضل كلتكم السحار تبص حق معنهم هالكثر ايش حقه الله يطول بعمرك هذول فضله خيرك عمال الشركه جاي يتغدوا يا ريال وانا شو خصني في الشركه الا تتغدون وجالسين مكانكم لا شغل ولا شيء وهذه اللي فرق من يومين الحين ما حد فنها ولا تغيرت يا ارباب انت ما قلت ما بدك حدا يزعجك ما قلت انت ما بتنام الليل ما بدك طقطقه ولا خرندعه الجماعه قاعدين يتغدوا اسمع اقول لك اتغدوا وزين وجر ربع كلهم وما ابغي اشوفه منه الا وقت الشغل اقول لك رضا انا ابغي اقفل الانترنت شو دراني بعد انا ما اعرف انت رمسي مير الله يخليك رمسي هي اذون هذه اللي قدام الباب ان شاء الله ماريا يا ماريا اقول لك لا تسوي لنا ولا حبه عيش ولا طرش يملاك هو ولا شيء ولا شيء ويتشي شو مستوي في الدنيا عفاني الله مستوي ايوه ماما ندوتش اكل من مدام روضه بتخبرك تشي مستوي انت عفاني الله لا صدق هاي ابوي الواحد اللي بيصدق عندنا الهلال الاحمر وايد فقره برا هذا يشتغلون في الشركه من يومين اللي فربعتها ما حد دفنها اللي ياكلون ويشربون وبس ول 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 لدلك يا ابن الناس شو هالخدمة ها قطع الانترنت ولك خان ايوه يا مدير تعال شوف الفلبيني خلاص توصل لنا الانترنت جيب الباسورد الجديد منه فكر انا فيه مجنون انا ما في مخ هذا يمسك يضرب انا بعدين ودي بلاد ما في فايدة وطى صوتك الخير مديحك على بوزك كله قد الكريك طالع منك قط موي بدك تطلع شاهم علي بالاخر نقطع خان تعال اليوم بيلس لكم يلسل ايوه ارباب اول وين عمال يشتغلون الحين وين ساروا ولا ظنيون وقت الغداء والله يا ارباب سلام مال انت 100% مضبوط انزين ايش حقك تشتغلون بعيد تبى تدفنون هذه اللي فرمون كم يوم احنا نفتك منكم وتفتكون منا شوف ارباب أنا خلي يولي الشغل منك يجي الشغل مني إيه؟ بس أنت لازم سوي ترتيب واي فاي واي فاي هذا قطعناه ها؟ والريوق ألغيناه والكانة ما طبخنا يعني اليوم ما في كانة؟ لا ما في كانة اليوم لا حول ولا قوة إلا بالله بس أرباب أنت زين سوي إيه؟ أنت معلوم هذا مهندس؟ قسم بالله زيادة بخيل كله يريد مال بلاش زين ويش أقصد هو؟ هذا ممكن يجي بعد 10 دقيقة 1 ساعة 2 يوم هي 2 يوم 2 شهر زين انت جيب العنبان وخلي تفنون هذه اللي فرق كل واحد عند الشيمون خلي تفنونه فكونا منها يا ود الحلال اوكي يا رباب اوكي نسيت انا بعد الفنايل داخل هاي يا رباب ما شاء الله بشوف الهمة نزلت عليك وفرد مرة ولك خان الله لا يعطيك العافية أنا ما قلت لك هذه الحفرة ما في شغل خلاص بنت شغل أرباب خف الشغل من أرباب أرباب مال هذا بيت نمة حارب ولك مين أرباب يا مهبول الله لا يعطيك العافية خان طلع أنت مني من أرباب مال أنت أنت في مسؤول منو يعطي فلوس بيزات مال أنت أنت يعطيك زين انا يعطي انا ارباب انت يسمع كلام مال انا ما في كلام مال نفرات ثاني انت ما في شغل مني داخل حفره اشتغل منها يلا سير سمعتك انا اهلا حقا تبغى مشتغلون انك ما يشتغلون انا اهلا ارباب اهلا والله اشتقنا لك يا ارباب لا تشتاق لي ولا اهلا وسهلا قم على الكرسي يعني
والله احنا حبيناك، ما بعرف ليش انت ما حبيتنا. لا تحبني ولا شيء. هذا المكان متى بيخلص؟ الحين تشتغلون من هناك شرق وغرب ومخلين هذا اللي يفرح. يا طويل العمر، انت ما قلت لنا ما بدك ازعاج، انت قلت لنا ما بتنام الليل ولا نهار. انا قلت لهم بالوش بشويش وشويش تخلص الحفره. انا ما بخوض عن هذا الكرسي، انترنت ما شيء ولا اكل ولا شرب ولا عصير. الله لا يوفق اللي زعجك. خلص مثل ما بدك. انا بحاول كل جهدي انه أأمن الكيبل من المستودعات، اذا ما امنا عاد لا حول ولا قوه. شو بدي اسوي؟ شوف انا ما اخذ 3 ايام اجازه، بجلس على هالكرسي بتم على شبوتكم. طيب على راحتك، اللي عنده له عم اهله. اقعد وارتاح يا سيدي، اقعد وارتاح. بجلس دبكم ادب. إذا الحفرة بتنطم قبل أسبوع تعال نتفق اللي هي. ماريا وين رايحة؟ أنا بودي أكل برا. منو قالت؟ دائما أنا بودي برا. لا والله على كيفك من راسك، لا شون ولا هدا. دشي داخل هو ودي صينية داخل. بودي أكل برا. دشي دشي يلا يلا هو على كيفك هو. والله صدق حارب فيكم ما ينلام. هذه الصراحة ما منهم أمان. صدق؟ أيوة كيف الموجود داخل سيارة بس هو ما يريد ركب. إيه ما يريد ركب. إيه ترى تعود على 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 الشرط ما على برد. شوف مدير، أنا يقدر يسوي حفرة مني، بس إذا أنا يسوي حفرة لازم جيب كيبل. إذا أنت بيجي الكيبل الحين. أنت ما في خوف، أنت يجلس مني خاني يسوي ترتيب. شو يسوي خان ترتيب؟ تراك انت مثل نفس الطين، الله بلا نبكم كلها مقصه في مقصه. اقول لك ابوك من طلع من الظهر للحين ما رد، واذا ما بيجيكم انتو ما بيصير عند حد. شو ربع انت شياسه تخربطين؟ ربع ما ربع، ابوك ما يصير عند حد ولا عنده ربع، واذا بيصير معزوم بيصير عند هله، والحين الساعه 12 وما رد. اسمعيني خلي الرمسه عنك، هاي قولي حق ريلك التنبه هذا يقوم يصير يدور على عمه. باب انت في موت؟ اقول لك اليوم الله سلمت اسوي غداء. تعرفين ليش؟ اليوم اسوي غداء. ليش؟ مرتين قال يلا من اول. مرتين. اليوم اسوي غداء. والشغاله لا تخليني تطلع وايد برا. جيش ومستوي. اليوم انا الله سلم صرت اصلي المغرب. ايه. لا استغفر الله الفجر. زين؟ ترى حلوة والله طلعة طبيعية. ليش ما كملت؟ حلوة والله. لا لا نسيت الفجر. حلوة. يلا اليوم نسوي غدا. ليش؟ أنا أقول لك نسوي لهم غدا، نسوي لنا نحن غدا، ما في حد يهمهم. نسوي لنا غدا. زين. نسوي لهم فوم. زين عرفنا بنسوي لهم زين. لأنه بيتعب. والله صعبين. 50 المرة قال يلا. قوم دوش. انت رمسة ميري؟ ها انا هب ميري. انت امها؟ زين ماري.